حالة اليوم: تجميل الأسنان في عيادة الدكتورة دينا قاسم مالك في أربيل مجمع النور الطبي، 4 قشور بالفك العلوي بنفس اللون الطبيعي. لاحظ الأسنان بالفك العلوي تصبغات. زارتنا هذه المريضة للعيادة اليوم وترغب ب4 قشور أمامية باللون الطبيعي للأسنان بسبب وجود حشوات متصبغة وعدم انتظام القشور القديمة، تحتاج إلى قشور جديدة. 4 أسنان بالفك العلوي، 4 قشور. لاحظوا التصبغ وعدم انتظام اللون. انتظروا النتيجة. شكراً. بعد إزالة القشور القديمة تبين وجود تسوسات تحت القشور. بدينا نشيل الحشوات القديمة ولاحظنا وجود تسوس داخل السن تحت الحشوة. هاي فرصة ننظف الأسنان ونشيل التسوس ونحشيها، بعدين نضع القشور. تابعونا. مدة العمل 2 ساعة فقط. شكراً لمراجعتنا. خلصنا الدايركت فينير. مبروك مراجعتنا. 4 أسنان بالفك العلوي، اللاترال والسنترال. 4 أسنان بالفك العلوي دايركت فينير باللون الطبيعي.